سلام صحباتي العزاز، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم معنا خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. في هذا الفيديو ديال اليوم جيت نهضر لكم على جوج منتجات اللي واحد منهم قلبت نشوف في اليوتيوب المغربي ولا اليوتيوب العربي واش كاين شي واحد هضر عليه وما لقيت حتى شي واحد. لهذا تحملت المسؤوليه انني ندير فيديو خاص على هذا المنتج هذا ونهضر عليه، لانه صراحه ماشي اي واحد يقدر يستعمله وماشي باي طريقه نقدروا نستعملوه. ولهذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى تستافدوا منه. المنتجات البنات اللي توصلت بهم هما عباره على جوج اباراتوس. واحد منهم هو هذا الفرشاة هذه ديال السيليكون اللي كتجي في الباك ديالها بحال هكا، كيجي كلشي البنات في ظرف 5 ايام يعني، ولا ما نعرف، المهم وصلش سيمانه وصلني داكشي للدار. شاركته معكم فاش وصلني، درت انبوكسينغ. انا خليكم الانستغرام ديالي هنا الا بغيتو تدخلوا تشوفوا داكشي كيفاش وصلني، يعني بالتدقيق كيفاش تحت معكم الباك وكلشي. راني خليت لكم ستوري في الانستغرام باش تشوفوه. المهم البنات، الفرشاة عباره على فرشاة ديال السيليكون لغسل الوجه، وفي نفس الوقت نعملوا بها مساج بالكريم ليلي ولا الكريم الصباحي ديالنا. كيف ما كتشوفوا هي واتر بروف، يعني ما واخا تقيسوها بالماء ما كتخسرش، يعني هي كيف ما كتشوفوا شويه رطبات، تساعد على انك باش تغسلي الوجه ديالك بكل برد وتحسوا بالرطوبيه وتحسوا بها كتساعدكم انها كتحرك معكم، ماشي يعني بحال شي حاجه كتكون قاسحه. مهم فيها السنينات ديالها كيجيو بحال هكا البنات، كيف ما كتشوفوها مكبارين عند هذه البلاصه هذه بحال هكا، هادو شويه غلاضين وهادو شويه رقاقين كيف ما كتشوفوا. وهنايا البنات باش نديروا الكريم ديالنا، صراحه هي اللي كنستعمل النهار وصلت بها وتنحس بالبشره كتبقى نقيه اكثر اكثر ملي ما كتستعملي غير يديك ولا ما كتستعملي شي حاجه اخرين. عاوتاني زوين فيها انها ديال السيليكون، والسيليكون يعني سهل التعقيم ديالو، سهل الغسل ديالو، خصنا غير نعقموها ونغسلوها ونشفوها وصافي، هي مستعد يعني، ها هي واجده للاستعمال الاخر. اما البونجات صراحه واخا كنغسلوهم شحال هذه كنغسل بالبونجات، يعني واخا هكا كيهزوا البكتيريا، ولهذا نخاف صراحه نحن نستعملوهم على البشره ديالنا، لان عوض ما نطهلاو في البشره ديالنا سينو كنزيدوها يعني كناديوها. مهم البنات كيف نقول لكم، هو انها كتخدم من هنايا كما كتشوف فيها الدرجه الاولى اللي كتبقى غاديه، اخرى كدير اكثر مجهده يعني في نفس كتبقى غاديه زز ولكن مجهده شويه، ومن بعد كاينه وحده كدير زز زز والاخرى كدير زز. ما عارف كيفاش نشرح لكم لانكم ما غاديش تسمعوا في التليفون ولا في يعني في الفيديو، ما غاديش تسمع لكم وصافي. من بعد كتطفى بحال هكا، كتجي فيها الحجره هنا، يعني ما تحتاجوش البنات لا بريز لا حتى شي حاجه، لا شارج حجره، والحجره كدي مده طويله، يعني ماشي حاجه اللي كتسالي، يعني ماشي زعما استعمال واحد ولا هذا كتسالي نو. كيف ما كتشوفوا ستايل ديالها زوين، تقدروا تحطوها في الديش ديالكم بهذه الطريقه ما يوقع لها حتى شي حاجه، غير هو دائما نغسلوها ونشفوها وصافي. وفي هذه البارتي هذه بالغوص جولد، وعندهم جميع الالوان، عندهم الزرق والكحل يمكن اللي شفت بالنسبه للرجال، ولا الزرق بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم داك الزرق الشيبي، والكحل والزرق حتى هو بالنسبه للرجال، ولا الغوص حتى هو بالنسبه لكل واحد كيعجبو. المهم هادو هما الالوان اللي كاينين، وانا هذه هي اللي عجبتني وهذه اللي اختاريت. كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله. والمنتج اللي غنهضر عليكم عليه الثاني، المهم البنات كيف ما قلت لكم هاد الشركه هي بي ام دي، وغنخلي لكم كلشي لينفورماسيون في لا باغدان فو. نسيت شي حاجه ما قلتهاش لكم ولا شي حاجه غنخليها لكم في لا باغدان فو، لحقاش كيف ما قلت لكم هاد الجهاز هذا خصنا نستعملوه بحذر. الجهاز البنات كيجي هنايا، هذه هي الباك ديالو، كيجي عباره على الاسم ديال اسم ديالو البنات هو بيرسونال ميكروديرم برو، يعني هو واحد الجهاز اللي هو بروفيسيونال، ماشي جهاز يعني اي جهاز سينو بروفيسيونال. كيجي بحال هكا، كيجي هو وكيجي معاه الراس ديال الجسم، وكيجي معاه هاد الرؤوس اللي غنشرح لكم دابا كل حاجه علاش كطلق. هنايا البنات كيف ما قلت لكم انا فتحته واستعملته وجربته، كيف ما جربت هذه حتى هي، هنايا كتجي لاباراتو، هنايا كيجي الراس، وهنا كيجي السنينات ولا هذوك الرؤوس اللي غنوريكم دابا. هنايا البنات كيجي الشارج، والشارج ما تخافوش ما يجيكم الشارج ديال البلاد ديالكم، كيصيفطوا جميع الرؤوس. صراحه شي حاجه يعني جاتني في الاول فاش شفته مركبين غير الراس الاخر ديال ما عرف ديال اوروب ديال الامريكان ولا ما نعرف تما، قلت او خصني نمشي عاوتاني نخرج نشري لي هذا. شو انا نحل الباك ونلقى بانه دايرينهم جميع عندي البلدان كاملين يعني ديال العالم كامل، لهذا ما غاديش تحتاجوا تكونوا فين ما كنتوا ما غاديش تحتاجوا لهذا تشريو هذا يعني ديال الشارج. وندوز دابا نوريكم الاباراتور البنات كيفاش. هذا البنات هو الجهاز عن قرب كيف ما كتشوفوا، كما مكتوب فيه هنا بي ام دي برو، يعني راه شي حاجه بروفيسيونال. وهنا البنات هادو هما الرؤوس اللي قلت لكم، كيف ما كتشوفوا الراس الابيض ولا الكري هو الاول، ومن بعد الزرق، ومن بعد الاخضر، ومن بعد الاحمر. غتسولوني البنات علاش كيليق الراس مثلا الكبير، هادو بالنسبه للجسم، اللي عندكم مثلا شي طبعه في الجسم ديالكم نتيجه على الشمس ولا شي حاجه تقدروا تستعملوه. كيف ما قلت لكم البنات هاد الاباراتور كيحيد حتى الطبيعه اللي كيكونوا في الوجه النتيجه عن الشمس الكلف، غير هو الا بغيتوا تستعملوه كنتو حوامل ولا كترضعوا خصكم تستشروا الطبيب ديالكم يعني من الاحسن. كيف ما قلت لكم هو كيحيد جميع الليطاش اللي عندكم في البشره، يعني النتيجه على هادشي اللي قلت لكم على الشمس ولا حب شباب ولا الحمل. ولهذا كنتمنى البنات يكون عجبكم هذا يعني اكتشاف هذا البرودكت هذا، باش يكون عندكم في الدار يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف.
ما عندي ما نقول. كيف ما قلت لكم كاين واحد راسك حلو ولكن هنا ما صيفطوهش ليا لانه كنظن ما غاديش نحتاجو. هذاك كيستعملو يعني لا وصلتي لشي درجه يعني يكونوا فيك شي ليطاش يكونوا صعاب ولا ما نعرف. المهم ما صيفطوش ليا ولا هذا ما نقدرش نهضر عليه. غنهضر على اللي وصلني اللي هو البيض والزرق والخضر والاحمر. ان شاء الله غادي نبقى كنجرب فيهم لين نوصل يعني نوصلهم نجربهم كاملين ونكمل التريتمون ديالي. اكيد غندير فيديو خاص وغنشرح لكم كيفاش مشات التجربه ديالي مع هذا المنتج. هذا الاباراتور البنات ديال بحال هكا هو هذا. كيف ما كتشوفوا كيجي الشارج ديالو يعني ماشي الشارج يعني البريز ديالو هو ما كيتشارجاش كيجي مفتوح منه كتدوروه بحال هكا. هو شويه صراحه باش تجبدوه شويه قاصح بحال هكا كما كتشوفوا البنات بحال هكا. ومن بعد كنديروا عاوتاني بحال هكا وكندوروه باش يبقى شاد مزيان وهو امي وهو مستعد للاستعمال. كنديروه مثلا في البريز ديالنا فيه اوف اون متوسطه او اون مجهده يعني فاش كديروا غير في الوسط كيمتص غير بشويه وفاش كديروا بجهد كيمتص بجهد يعني بقوه اكثر. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم البنات دير بحال هكا هو هذا لاباراتو. هذا هو الراس اللي كيجي نيت فيه وكيجي فيه هذه اللي هي البيضه. انا غنشرح لكم شنو هما لحقاش كتجي فيه البيضه الزرقاء والخضراء والحمراء. البيضه هي اللي غادي نبداو نستعملوها يعني اي وحده فينا خدات هذا لاباراتو غادي تجي البيضه لاصقه وهو اللي نبداو نستعملو. كيجي بحال هكا وكتحيدوها بحال هكا كتجي واحد البونجه هنايا. مورا كل استعمال خصنا نغسلو هذه نمشي نغسلوها بالماء ونشفوها نغسلو البونجه اللي كاينه هنايا ونغسلو هذا. انا هنايا البنات استعملته وما غسلتوش باش نوريكم فاش درت البارح هذا التقشير هذا شوفوا يعني شنو خرج ليا من وجهي ولكن ما استعملتوش يعني الصراحه بطريقه صحيحه اللي خصني نستعملو لاني خفت في الاول قلت نعطي فرصه بعدا البشره ديالي تعرف على هذا تجربوا عاد باش نشوف يعني كيفاش نستعملو. كيفاش البنات غنستعملو هذا المنتج ولاش كيليق؟ اول حاجه تيلق البنات لانه اللي فيك مثلا ليطاش ديال نتيجه على الشمس يعني خرجت فيك بشي ليطاش بسبب الشمس ولا الكنف الكلف ليطاش بسبب الحمل ولا لاطراس ديال الحبوب يعني خلاهم لك الحبوب ولا خلاتهم لك شي حاجه دازت من الوجه ديالك وخلات لك هذوك ليطراس. هذا اش كيساعد؟ كيساعد انه غادي تبقى غادي شويه بشويه بشويه باش يخفيهم. وهنايا مثلا اللي كيكون عندنا التجاعيد ديال الاكسبريسيون يعني التجاعيد اللي كنبقاو مثلا كيوليو لنا في البشره ديالنا بسبب الحركات اللي كنديروا بالوجه ديالنا. مثلا هنا انا ديما كنحرك بعد بزاف حجباني ولهذا عندي واحد جوج شريطات هنايا. ومثلا اللي كيضحك ثاني بزاف كتكون عنده هذه ماركيه بزاف. هي هذه عندنا كاملين ولكن كتكون داخله بحال مثلا لاحظتوا فيا انا راه فيا واحد شويه يعني خصوصا ما كنكون جيره ما كاينش كتبان بزاف لان يعني ديما كنضحك تقريبا بزاف وكنضحك يعني كندير كنضحك ما عرفتش كيفاش نقول لكم يعني كنضحك وكنرفع هادو ولهذا بقات عندي هادي غادي وكتغرق اكثر. ولهذا هذا كيساعد على انه كيخفف لنا هاد البلاصات مثلا عندك دوك هادوك الخطوط يمكن الخطوط الرفيعه كيتسموا ما عرفتش. المهم كيخفيهم وكيساعد على انه التجاعيد اللي فيك خفافين حتى هما كيبداو غاديين كيرطابو ما كيبقاوش كيبانو يعني بزاف كيخفافوا شويه. اما التجاعيد اللي يقول لكم راه كيتحيدوا راه ما كيتحيدوش البنات من غير عمليه التجميل. ولهذا هذا كيساعد على انه كيخفف هادوك التجاعيد ديالنا وما كيبقاوش يبانو مجهدين. وعاوتاني مثلا كيساعد على انه كيعطل التجاعيد باش يخرجوا لنا في البشره ديالنا يعني ف مثلا في مثلا ماكش كتستعملي هذا يقدروا يخرجوا فيك واحد المده قصيره ولا كنتي كتستعمليه انه كيعطل باش كيعطل الوقت ديال باش يخرجوا فيك التجاعيد. المهم صراحه كون نقدر نشرح لكم بالاسبانيول حسن ولكن ما عندي ما ندير خصني نشرح لكم بالعربيه باش تفهموني. كيف قلت لكم البنات صراحه فيه بزاف ديال الفوائد والاستعمال ديالو هو هذا ان خصكم دائما تشدوه تشعلوه كيف ما قلت لكم وتبداو تجروا من هنايا حتى لهنايا من هنايا حتى لهنايا من هنايا حتى لهنايا ومن هنايا حتى لهنايا ومن هنا. المهم انا غنوريكم الورقه اللي دايرين فيها كيفاش تستعملوا يعني الحركات اللي خصكم ديروا. ولكن كيف ما قلت لكم البنات كنديروا الحركات كنبقاو نستعملوا من هنايا لهنايا لهنايا وهنايا كيف ما قلت لكم راه قايل لكم كيفاش تستعملوا. شفتوا فين خصنا زعما نديو الاباراط؟ المهم شفتوا يعني هنايا مثلا هنا الحاجه اللي ما خصكمش ديروا هو انكم ما خصكمش تدوزوا في كل بلاصه اكثر من جوج المرات. يعني دوزتوا هنايا جوج المرات ستوب ما تعاودوهاش هنايا جوج المرات صافي ما تعاودوهاش وما تخليوهش عاوتاني محطوط وتقولوا خليه يدير خدمته. لا خصكم تجروه سينو غادي تخرجوا على البشره ديالكم يعني لحقاش هو كيبقى كيحك لكم البشره ديالكم. لهذا ندوزوا هاد شويه هكا هكا واي بلاصه وصلنا جوج المرات ما نعاودوش نديروه. قبل ما نستعملوه ضروري البشره كيف ما قلت لكم تكون نقيه البنات نقيوها ونشفوها عاد باش نبداو نستعملو هذا. ديما الا كنتو كتستعملوه كنفضلوا 74 ساعه باش نمشيو للبحر مثلا بغيتو تشمسو. انا كنفضل كاع انا مثلا في بلاصتكم ما نستعملوش ملي بغيت نمشي للبحر يعني ديك السيمانه كنفكر مثلا نمشي للبحر ما نستعملوش نقزو حتى ما نبغيش نمشي للبحر. اما هم الاحسن ديروه ضروري بروتوكسين سولار قبل ما تخرجوا ضروري واخا تكونوا في الدار لانه كتدخل اشعه الشمس يعني وديما نستعملوه بالليل
يعني هادو هما الحاجات المهمه اللي بغيت نهضر لكم عليهم. لحقاش الا ما استعملناش حاضر نقدروا نخرجوا على البشره ديالنا زعما عوض ما نصاوبوها زينا ونخرجوا عليها. ولهذا ردوا البال كيف ما قلت لكم بروتكسيون سولار ضروري ضروري ضروري، وما تفوتوش جوج المرات ومره في السيمانه، ما تفوتوش مره في السيمانه، ماكسيموم مره في السيمانه هاد البرودكتو. مثلا استعملتوه مره في السيمانه وجات السيمانه الاخرى ما قدرتوش تستعملوه، خليوه على 15 يوم ولا 20 يوم، ماكسيموم 20 يوم. علاش؟ باش يبان لكم المفعول ديالو. يعني هاد الجلسات خصهم يكونوا مره في السيمانه، ولكن ما تفوتوش مره في السيمانه، ما يقول لكمش راتكم يعني جوج مرات ولا ثلاثه في السيمانه سينو غتخرجوا على البشره ديالكم. مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم ولا مره في 20 يوم، ولكن من الاحسن مره في السيمانه باش تبقاو غاديين مع التريتمون تدريجيا. كما قلت لكم كاين الراس الابيض وكاين الراس الزرق وكاين الخضر وكاين الاحمر. كنبداو نستعملو الابيض، حتى انا مثلا فاش درتو البارح خلى لي الحموريه هنايا، خلى لي الحموريه هنايا، يعني حسيت انه السيمانه الجايه غنعاود نستعمل الاحمر الابيض نيت. ملي غنشوف صافي ما بقاش البشره ديالي صافي كنستعملو ما كيبان لا حموريه لا حتى شي حاجه، صافي ما بقاش كيقضي فيا، يعني من الاحسن نستعملو هذا جوج مرات. ندوز نستعمل الزرق ومن بعد نستعمل الخضر وعاد باش الاحمر، يعني نبقى نشوف البشره ديالي شنو كتحتاج. يعني ممكن نديرو داك التقشير واش كتخليه حمار ولا لا، ملي ما كتبقاش تخليه حمر صافي ندوزو لاخر، لان صافي البشره ديالنا تعودت على هذا وصافي هذا قدا خدمتو ندوزو لاخر وصافي. البنات من بعد هادو صافي كيخسرو ما كيبقاوش يحكو، كتقدري ديري البيديدو تاخدي الرؤوس اخرين، ولكن كنحتاج هادو لا بغيتي تعاودو ديرو التريتمون عاوتاني من جديد، يعني من هنا العام ولا ما عرفتش شحال ديال الوقت. المهم هادو هما المعلومات الضروريين، هو انكم خصكم تستعملو جوج مرات في البلاصه، ما تخرجوش للشمس مره في السيمانه تستعملوه صافي ما تفوتوهاش. وهاد الرؤوس كيف ما قلت لكم تبقاو تستعملوهم حتى هما بحذر، يعني مشيو بالابيض الزرق الخضر والاحمر، يعني الابيض هو اللي نبداو به هو الاول ونبقاو نشوفوا البشره ديالنا كيفاش تجاوبات معاه. المهم البنات الا خليت شي معلومه ما قلتهاش لكم راه غنخليها لكم في لاباغ دانفو، لان كيف ما قلت لكم هذا جهاز اللي خصنا نستعملوه ونستعملوه بمسؤوليه، ماشي اي واحد يهزو يبقى يديروا البشره ديالو، لانه يقدر تخرجوا على البشره ديالكم وصافي كنضر ما نسيت حتى شي حاجه. اول حاجه كيخلي البنات البشره كتبري، لان استعملته كما قلت لكم باليوم الصباح كنحس بواحد الرطوبيه في شكل، يعني كتحسي البشره ديالك نقيه اكثر وكتحسي بها رطبه، والنيف ديالي بقى تيبري ليا من هنا ومن هنا، حسيت يعني بانه بحال اللي نقى ليا البشره ديالي بحسن، يعني ملي كنغسلها عادي ولا كندير قماش عادي سينو هذا حسيت بصراحه حسيت بالفرق. ولهذا ان شاء الله غنبقى نستعمله، غدوز واحد المده وغنبقى نقول لكم يعني فين وصلت به. الا لقيت شي صاحبتي بغات ندير ليها هذا الميكروديرم هذا نجربو ليها ندير لها تقشير في وجهها، اكيد غادي نديرو غنسجل لكم فيديو نشاركو معكم كيفاش درتو، لاني انا ما كنتش عارفه واش كيتستعمل غير مره في السيمانه، ولهذا قلت صافي نجربو من بعد نشاركو مع البنات كيفاش كنستعملو. بالحق لقيت انه ما نقدرش نستعمله اكثر من مره في السيمانه، وهذا الفيديو خصني نحطو اليوم، لهذا صافي قلت غنهضر عليه ومن بعد ان شاء الله غنبقى نجربو وغنبقى نقول لهم يعني كيفاش غادي كيفاش غادي البشره ديالي تتجاوب معاه، ونشارك معكم مره هكا في ستوري في الانستغرام منين ندير التقشير نشارك معكم يعني شحال ديال الحاجه تخرج ليا، ونقدر نوريكم مثلا شي بلاصه لا شي مانشه مثلا بدات كتخفف. المهم غنشارك معكم كلشي وصافي. البنات هادو هما المنتجات اللي بغيت نشارك معكم اليوم، هذه هي الشركه اللي اكتشفت اليوم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو بغيتو نبقى بحال هكا نقلب على منتجات اللي يقدروا يفيدوكم، تقدروا ما كنتوش عندكم عليهم اي معلومه ولا عندكم معلومه ولكن بغيتو نجربهم لكم، ديروا لايك لهذا الفيديو باش ان شاء الله نبقى نزعم ونبقى نجرب منتجات اكثر، خصوصا منتجات بحال هادو كيف ما قلت لكم هذا راه غالي الثمن، ولكن راه بقينا كديروا جلسات بهذا المنتج كديروا جلسات في كلينيك راه غيطلعوا لكم غاليين بزاف 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 على انكم تشريو منتج وتحطوا عندكم في داركم. اول حاجه كيف كيتوفروا الوقت، وثاني حاجه كتوفروا حتى الفلوس، هو راه غالي كيف ما قلت لكم ولكن راه خدمته كتستاهل الثمن ديالو. ولهذا انا شاركت الفيديو بالنسبه للبنات اللي مهتمين يقدروا يبغاو يشريوه زين، وتكون عندكم واحد المعلومه ديال هاد الميكروديرم تقدروا تسولوا كلينيك لو بغيتوا ديروها في كلينيك. المهم جبت لكم معلومات جديده تقدروا تكونوا ما عارفينهاش وصافي. صحباتي العزاز بوسه كبيره لكم، تهلاو ليا فراسكم وغنخلي لكم كلشي انفورماسيون في لاباغ دافو. باي باي عليكم.